الوضع نحسد عليه في المدرسة، البيت وقع علينا وإحنا نايمين في البيت، كنا حوالي 30 نفر، لطف ربنا اللي رحمنا وطلعنا من الوقعة هذه. إحنا هنا يعني إلنا حوالي 5 شهور في المدرسة هذه، يعني وضع الحمد لله مزري، يعني ما بدوش حكي، المية، الأكل، الشرب، في عنا أطفال، في عنا يعني شوفي الأولاد كيف تسبغوا من الشمس، كيف كل جسمهم اسمر، كيف تطلع في الولد بتحزن عليه من كتر ما هو منظره هيك، قلة أكل، قلة، لا في حليب، لا في بيض، لا في، بيجي ابنك بقول لك يا ماما وقت يوم الجمعة اللي كنا ناكل فيه دجاج بده يجي. احنا يمكن هذه المرة التاسعة تقريبا احنا ننزح، كنا من بيت لمكان، من بيتنا لمكان، بعد ما انقصف البيت علينا بصرنا من مدرسة لمدرسة، من بيت لبيت، كنا في الزيتون عند جامع الفضيلة، انقصف الجامع وانقصفت الدار وكل الدور حوالينا انقصفت، يعني ليلة طلعنا منها الحمد لله، يعني كنا في البيت نفسه مش شايفين بعض، كنا نقول مش حيطلعنا النهار، كل الخبط علينا كان. بس نفسي أعرف أنا وين العرب، وين المسلمين، مين اللي بشوفوه هذا، وين هم، في عندهم ضمير، في قلب، في إيمان، وين هم منه هذا كله؟ أنا عن جد نفسي أعرف هل هم مسلمين؟ بعرف أنا المسلم اللي بيشعر بأخوه المسلم، وين هم؟ يعني أنا قاعدة في صفي بعلم ابني، قاعدة طلعت على صوت صراخ، جارتنا بتطلع بتولول ابني يما ابني حبيبي، فبقولوا إنه ابنها استشهد، ولسه على الشهر اللي فات ابنها ومرته وولاده التاني كلهم استشهدوا. هي يعني الواحد ما بيحسش في العالم، حسوا فينا، يعني مش هيك اللي بيصير. يعني انتوا عندكم اولاد وعندكم اولاد نسوان وعندكم اهالي وعندكم دور وعندكم مصالح، طب ما احنا زيكم بشر، احنا ليش بتطلعوا بتعملوا فينا هيك؟ ليش ساكتين على اللي احنا، انتوا بتعملوش فينا هيك، انتوا ليش ساكتين على اللي بيصير فينا؟ يعني ولا مره واحد ضميره تحرك، ولا مره واحد قلبه نطق، قلبه زعل، كل هواي بطلع بقول اولادي وين؟ جوزي وين؟ عمامي وين؟ سلافي وين؟ اهل الدار وين؟ بطلع أجري، يعني أنا مش بس على نفسي، على كل اللي حواليا، أنا بس بدي أزعل على نفسي، أنا مسلم، أنا بحس بالمسلمين.